ومعي الآن السيد محمد علي فزاري، كاتب وباحث سياسي. سيد فزاري، يعني ما هو موقفكم؟ كيف تنظر إلى التحركات العسكرية في الخرطوم والتي وصفها البعض بتصحيح مسار الثورة؟ في نظري ما حدث صباح اليوم هو انقلاب كامل الدسم، لم يتوقع منه فقط إلا بيان رئيس مجلس السيادة ليوضح ذلك. واضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها صباح اليوم من اعتقال رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة هي إشارة واضحة بخرق الوثيقة الدستورية والردة نحو ما قبل 30 يونيو 1989. يعني هذا الأمر واضح بأن الفترة الانتقالية الآن في خطر، وأن ما اتخذ من إجراءات هو قطع الطريق أمام الانتقال الديمقراطي السلمي الذي سار من أجله جميع السودانيين والسودانيات في 4 أشهر قدموا فيها تضحيات جسام، ولكن المؤسسة العسكرية لا تزال شهيتها للسلطة مفتوحة. وهذا ما حدث بالتأكيد، أنه أتوقع في خطاب الرئيس مجلس السيادة أن لا يقول كلمة انقلاب مباشرة، ولكن قد يغلفها كما يغلف العسكريين في كل مرة الانقلاب العسكري، ويستخدمون عبارات مثل انحياز الجيش، مثل أننا نحاول أن نخرج من هذا الاحتلال الذي تعيشه البلاد، وهكذا عبارات. لكن المتوقع أن ما حدث هو انقلاب، يعني على السلطة المدنية التي جاءت لا أقول بانتخابات، ولكنها جاءت بإرادة شعبية، هي سلطة كانت معنية في يعني بناء الدولة السودانية والتحضير لانتخابات قادمة يختار فيها الشعب السوداني ممثلي. هذه المحاولة تم قطع الطريق تماما إلى الانتقال الديمقراطي المدني السلمي. طيب، يعني فيلتمان عندما ذهب إلى الخرطوم ذهب لتقريب وجهات النظر، هل برأيك فشل؟ وما الذي نفهمه من مغادرة أنباء أفادت قبل قليل مغادرته للسودان؟ هو لم يقل فشل، لكن وضع يعني خاص الكفاءة واتفق فيها الجميع، وضع حدا لهذه الأزمة، واجتمع بالمكون العسكري والمدني وقوى الحرية والتغيير، وكذلك قوى الحرية والتغيير المنطقة الوطني، وربما هناك توافق، لكن أعتقد أن هناك تدخلات تكون داخلية وخارجية حاولت أن تقطع طريق لهذه الوساطة الأمريكية، لأنها معنية بمواصلة واستمرار الفترة الانتقالية. هنالك جهات عدة لا تريد لهذا الانتقال الديمقراطي أن يمضي قدما، فبالتالي هي التي سرعت بمثل هذه الإجراءات التي اتخذت صباح اليوم. لكن من الواضح أنه التدخلات هي ليست فقط داخلية، ربما تكون تدخلات إقليمية لوعد الثورة السودانية، وكذلك قطع الطريق أمام أي انتقال ديمقراطي سلمي. هل تعتقد أن المكون الداخلي، يعني بما أنك ذكرت أنه قد تكون هناك تدخلات من دول إقليمية، هل تعتقد أن المكون الداخلي في السودان يحتاج إلى الحل يأتي من الداخل، أم أنه لا بد للأطراف الخارجية أن تدخل على الخط للتدخل بين الأطراف كما تم في السابق التوصل وثيقة الدستورية؟ طبعا الجهات الداخلية يعني رأت أن عندها حلول، طرحت حلول مثل المعتصمين في أمام القصر الجمهوري، طرحوا حل الحكومة الحالية وتكوين حكومة كفاءات، وكذلك الناظر تريك ناظر عموم قبائل البجة والعموديات، قال أننا يعني نطالب بحل الحكومة الحالية وتكوين مجلس عسكري في فترة سابقة، وطالب بحل لجنة إدارة التمكين، وطالب بعدد من المطالب اللي هي سياسية في المقام الأول. لكن في تقديري أن الأزمة في السودان هي أزمة سياسية، لابد من حلها حل سياسي، والحل هو بيد السودانيين والسودانيات. يعني العامل الخارجي هو فقط يأتي لترجيح الكفة الأقوى. معلوم بأنه في كافة الأزمات القوى الإقليمية والدولية لديها مصامع، لديها يعني مصالح تحاول الحفاظ عليها، سواء كان شركاء الحكومة أيهما أقوى. فهذا طبعا قيم مستبعد في كل العمليات الانتقالية السابقة، كان هناك عامل خارجي، لكن العامل المؤثر هو العامل الداخلي. الآن الجبهة الداخلية غير متوحدة، هناك خلافات ما بينها، حركات الكفاح المسلح وأكثرها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان هي الآن أقرب إلى المكون العسكري الذين يحكمون في محيط الغصر الجمهوري، كانوا لديهم مطالب واضحة بأن تحل هذه الحكومة، وكأن هذا المطلب هو يعني أحد مطالب المكون العسكري في مجلس السيادة، هي فقط مطالب حركات الكفاح المسلح والمكون العسكري في مجلس السيادة، وبالتالي تم نصب الاعتصام الذي الآن يمضي نحو يومه العاشر في أمام الغصر الجمهوري.